FM. الكل مليك. مازون كنا نحكيو على البداية متاع الاكسبيريونس متاعك في قفصة واللي مشيت بالكدا ومشيت في الاسبكتاكل ومشيت سيرتو على الويب دونك الراب الكل يخدموا على الويب لكن تا وليت تدخل فلوس الحكاية دخل ما تتطلب ما تتطلبش معناها باش تخرج سينجل ويتحط في السوق ومن بعد من السوق يرجع دونك على اليوتيوب وتنجم داخل برشا فلوس. احنا في تونس ما عندناش سوق موسيقى ما عندناش سوق تخرج موسيقى وترجع لك عليها مداخيل وتتباع دي كوفر دي سيديات تعمل غنيه وتصرف عليها وتمشي للسوق صحيح وتمشي وتموت زاد وبعد انا اللي جيت اجبدها من الانترنت مش مشكله هذيك احنا الدروا دوتور ديجا ما عندناش ما عندناش نخدموا عليها مي هانو يبقى اليوتيوب يخدم فيسبوك يخدم العباد تسمعك حل عائلات في تونس تو حل برشا حكايات بالحق حل عائلات يوتيوب دونك في تونس والله بالرسمي برشا من اللي جم قاعدين يخدموا بالموسيقى ويخدموا منه وترجع في منه. فلوس معناها اللي يتعب عليه يلقاهم مع بعض باهي دونك جيت بحضين التزاركة وتعرفت على الاولاد على اسامه وبدات الخدمه اسامه نعرفه من قبل ما جيت التزاركة هو يخدم موسيقى من قبل انا نخدم موسيقى من قبل تعرفنا على بعضنا نحكوا سير فيسبوك عرفتوا في كلاش على بعضكم لا لا الحق تعرفنا على بعضنا في قهوه مع بارازار ونجي نصيف ونروح سيبون معناها كي جيت لهنا تلاقيت انا اسامه كالعاده صافا صافا في باله معناها لي انا باش نولي نسكن لهنا على طول ويعرفني في الغرام اني ما عنديش باش نحبس اول حاجه معناها انسان يمكن اول انسان وقف معايا كي جيت التزاركة لهنا اول انسان جاني قال لي شوف راه عندي استديو صغير ونخدم فيه ونونجستري وماكش مزوز باش تبقى تعمل في دير الشارج على دي استديو باش تبقى تخدم وتصب وتصرف مع بعضنا نعملوا جروب نخدموا نكملوا مع بعضنا ديجا اول تيتر صار بينات صار فدلكا معناها فدليكا وسامح احكي معنا شوي معنا معنا دونك عامل استوديو تبارك الله في في, في تزاركة هكا دونك تقرا تخدم انت تخدم في استوديو في استوديو في استوديو في استوديو رمت قبل تبع الحكايه اللي اسمه فينا معناها ماشي ماشي شوي ماشي فما برتمان مثلا استوديو بلا ساعات روزيان تبارك الله دونك رونتا بالحكايه سافا معناها فما كولتيغ هوب وفما جو سجلوا والله شوي شوي مش برشا انت تسجل نعرف كل دي زاماتور استوديو سجل خويا هنا سجل هو يعمل شنو يحب ربي معاه فوالا باهي دونك من تزاركة بدات الخدمه معاكم من زوز شنو اللي طور فيه الشيء من من قبصه التزاركة مع لما مع الاولاد دونك مع اسامه كيفاش تطور البروجي؟ تطورت اني معناها كيف جاء هو لهنا بدينا نخدموا مع بعضنا وزدنا تعرفنا على شكون معناها معنا اللي هو سليم براون من قربه وناس تيبو زاد صاحبي من قربه ولينا عملنا جروب مع بعضنا الناس الكل. فهمتني سميناه كاب سكول. عملناه العام كامل نخدموا مع بعضنا وخرجنا برشا كليبات وبرشا موسيقى قويه برشا. كاب سكول علاش كاب سكول؟ خاطرنا حاليا في الكاب نعملها ما نعرفش على سكول انا سكول مدرسة اي معنا. اوكي مدرسة نحبوا نعملها معنا كل مدرسة يا عيني تواضع معنا تواضع اي تواضع على الاخر شكر روحوا تعدوا اي بالرسم ان شاء الله لازم نحبوا نخلوها تكون برودكسيون مع الوقت باش نحاولوا احنا ديجا قاعدين نحاولوا نتعبوا باش نعملوا استوديو بروفيسيونيل وماتريال ونحبوا معنا نحبوا بالرسمي علاش كاب سكول خاطر نحبوا العباد تفهم مانيش محتاج راني باش نخدم معنا العباد ولا لا بنحب امه العباد كيف تخدم تعرف ما تعرفش يخدم حاجه صحيحه على باز شوف الاولاد معناها مع كامل احتراماتي تذكروني بشويه بك المخرجين اللي يعمل فيلم يبدا هو شعره طويل وسيناريو ديما تحته باهي من بعد نتفرجوا في الفيلم هو بيدو مش فاهم الفيلم نتاعه يقول لك لا هذاك المعنى الاستقراطي للبعض الثالث ثلاثي الاضلاع لا لا بالرسمي وما فهموش العباد على خاطر هذاك هو الباس نتاع كذا وكذا لا نحن باهي خاطر العباد تفهم فينا خاطر ابار اننا ما نخدموش كان في تزاركة ما نقعدوش في تزاركة هبطنا معناها حتى لتونس لصون العاصمة ونخدم لنا ديزاين خاطر المهم في أي عمل فني يكون يجمع بين عمل نخبوي فيه مساج وفيه معنى وفيه فن وفيه فن ويكون زادة ينجم يقبلوا المتقبل العادي ويخرج بحكاية نجم أنا نفهم حاجة وانت تفهم حاجة أخرى أما المهم هو خمم وخرج بحكاية أكيد والشيء اللي خلى موسيقتنا مش كل عام كيف نخدمه أكثر عباد تفهم أكثر وتسمع أكثر نسمعوا حاجة دونك مش نسمعوا توا شو مش نسمعوا فريستايل عليه فريستايل وربنا يستر دونك فريستايل بون هذا ربنا يستر ربنا يستر عادي نزيد ونصيف ساعة أخرى أنا ما عندي حتى مشكل أنا دونك بلبل أعطينا الموسيقى يا زيدو سي بون نزيد نزيدو قاعد تزيد قاعد تشرجي فيا باهي الأولاد بون
باش ناخذ في كلمتين معناها ديما سؤالي واللي ما فهمتوش معناها نجم كون انا قديمه وانا ما نعرفش وما نفهمش معناها اما بالنسبه لي انا ديما نعرف اللي الفن هو الجمال يمكن هذا اللي نعرف وانا اذا كان انت عندك تعريف اخر مثال شعطينا علاش نجمو نوصلوا الميساج نتاعنا في الراب كان بكلام احرج شوف ما نجمش يوصل الميساج بكلام ملسن ما نتصورش عليه ما نتصورش مش حكايه مش حكايه ما يوصلش ما نعرفش انا شوف مش حكايه ملسن ملسن ولا مش ملسن فما دي سوجي محددين نجمو نحكوا فيهم ديجا عملنا الفريستايل الاول ومحلانا وجونا باهي معناها ثم حكايات محدده دي سوجي لازم تحكي عليهم غلطة تصير حكايات انت ماكش تحكي باسم روحك وحدك راه باسم شكون نحكي باسم برشا عباد تعيش ما تنجمش تتكلم انا كيفاش نخرج نوقف خارج غنايه كسو معروف ولا مانيش معروف حتى يكفيني اني حتى كي نخرجها لولاد حومتي بركه عندي شكون من ولاد حومتي تظلم نخرج عليها حكايه انا نوصلها سيد قال اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجد القدر ما قالش نخليها الدنيا نحرقها تا 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 ما قلناش نحرقوها نحن ما قلنا راه فما غلط على حاجه ماهيش موجوده في الراب في اللي سمعته وانا في الشويه اللي سمعته وانا مش نحكي على هذاك هاو على برشا من برشا سمعته الصوره الشعريه ما فماش معناها ديسكور انديريكت ما فماش راهو ديسكور ديريكت وقلتها برشا مرات معناها نجمو نحكيوه في قهوه نجمو نحكيوه في كونفرساسيون فيسبوك نجم غيره كي نقول فن نقول ديسكور انديريكت معناها نجم نحكي حكايه ونقول كلام قوي على الاخر من غير ما يكون كلامي انا احرج علاش نرجع كي قلنا نرجع للباز خاطر كي الراب صحيح فن والفن انت كيما قلت الفن جمال من الراب مش انا قلت هذا رشتو قالوا معناها اكيد يرحمه الله يرحمه فهمتني اما بالنسبه للراب سي تنار ديفيرون بالنسبه لي انا واحد الناس شوفوا سنار ديفيرون مطلع من المريخ معناها مطلع من حكايات خايبه هو طلع هو الراب موصل خرجوه عباد خرجوه على حكايات خايبه خاطر عباد وصلت ما لقيتش حتى حل باش تدافع على روحها ما لقيتش حتى حل باش تتصرف لقيت انه الفن عباد تسمع معناها لقات الكلام مش اللي سهل مش لا سامحني نختلف معاك لهنا جمله على خاطر الاصعب راهو بالنسبه لي انا معناها باش ناخذ ورقه وستيلو باش نخرج صوره شعريه فاهميني في صوره شعريه فاهمينك يا سيدي ظهالي نجم نقعد ثلاثة ايام ثلاثة شهور ثلاثة سنين وانا قاعد نخمم باش نخرج ديسكور ان ديريكت والاصل كونه نكتب ديسكور ديريكت نقول تا 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 هذا رايي انا معناها كلامي انا مش قراني نجم يكون صحيح نجم صارت اكثر من هكايا معناها ديفري ستايل اكثر من هكايا في الداز شويه بون يعطيكم الصحه الاولاد حاجه حلوه كملوا اختموا على رواحكم خليكم عشق. كلمه الختام في كلمه علاش هذا نفسر خاطر فما ناس يحبوا شيء هذا وقاعدين يسمعوا شيء هذا اكيد انا مش ضد لكن انا في شخصي معناه ما نسمعوش مش معناه انتم ما تسمعوش معناه أكيد انا نكتفي بكاظم الساهر عن نفسي معناه ابيع الاسمر كل انسان وعنده الجور اللي تبعه دونك خلي لكم كلمه الختام في الفريستايل الاحرش والله انا نوصل ديديكاسي للكاب سكول كل معناها ليكيب اللي تخدم معنا ولاصحابي اللي ديديكاس ارتب بالطبيعه هاي بالطبيعه ولاصحابي ولاد حومتي الكل وان شاء الله ماناش واقفين العباد اللي وقفوا معانا زاد العباد اللي وقفوا معانا برشا عباد تحب توقف معانا ومنهم يمكن نبدو من تونس مع حتى من بعيد مش من بحذانا لهنا امين بوقطفه ايهاب بناجي برشا عباد تحب توقف معانا تعاوننا وان شاء الله فما كان الخير وفما كان الباهي الى الامام يعطيكم الصحه الاولاد ان شاء الله نسمع عليكم الاخبار طيبه دونك يعطيكم الصحه مرحبا بكم تبارك الله عليكم ديجا تعملوا في حاجات حلوه مش انا باش نقول لكم مراجعه معناها الشيء اللي تعملوه انتم تعملوا شنو تحبوا وفما شكون يسمعكم وشكون يحكم فنتمنى لكم ان شاء الله كل نجاح والتوفيق كابا فان الكلمه ليك